وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة اتفاقية مشتركة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة لاستضافة مملكة البحرين لكونغرس الاتحاد الدولي وحفل تكريم نجوم كرة السلة في سنة 2025. ووقع الاتفاقية من جانب اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومن جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة الأمين العام السيد أندرياس داغليز، ومن جانب بالاتحاد البحريني لكرة السلة رئيس مجلس الإدارة القبطان وليد العلوي. بموجب تلك الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من اللجنة الأولمبية البحرينية، ستحتضن مملكة البحرين لأول مرة كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة وحفل تكريم نجوم كرة السلة المساهمين في تنمية اللعبة عالميا، حيث يقام هذا الحدث في منتصف الدورة الانتخابية التي تمتد لأربع سنوات ويعقبه الكونغرس الانتخابي بآخر الدورة. بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة عن سعادته البالغة باستضافة هذا الحدث التاريخي لأول مرة على أرض مملكة البحرين، وذلك تجديدا لتوجيهات جلالة الملك المعظم ورعاية سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة باستضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية على أرض المملكة لتعزيز مكانتها على خارطة الرياضة العالمية. أضاف سموه أن الحدث الذي سوف يستقطب حوالي 250 شخصية من مختلف أنحاء العالم يتماشى مع التوجهات الرامية بجعل البحرين وجهة للسياحة الرياضية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية والتجارية. من جانبها أكدت وزيرة السياحة سعادة السيدة فاطمة الصيرفي الحرص على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة الحدث الرياضي العالمي وتوفير جميع متطلبات الاستضافة من خلال التنسيق الفاعل والمثمر مع جميع الشركاء. وبدوره أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة السيد أندرياس داغليز عن خالص شكره وتقديره للجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة، معربا عن ثقته بقدرة البحرين على استضافة الاجتماع وحفل التكريم بالصورة اللائقة والمتميزة. من جانبه أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة سعادة القبطان وليد العلوي أهمية استضافة الكونغرس وحفل التكريم لتكون البحرين مركزا لاحتضان مختلف قيادات ونجوم كرة السلة العالمية لأول مرة في تاريخ اللعبة.